قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، فارجو ان يكون الله خفف عنكم تاجيل الامتحان الثاني الى الغد، وهذه كانت فكره ايضا للتخفيف، يعني أرجو أن تكون مناسبة لكم وتكون في موعد درس الغد، ونأخذ درس اليوم بدل درس الغد. ومن أهم المقاصد أن نراكم متلبسين ساعة الامتحان، لأنكم لا يمكن ضبطكم متلبسين معا إلا ساعة الامتحان، فأنا أرى وجوها لم تظهر إلا يعني أيام الامتحانات. طبعا هنحل الامتحان مع بعض وهنذكر بعض النصائح فيما يتعلق بذلك، لكن نصيحة لإخواننا وأخواتنا الذين يكتفون بالامتحان، لا شك أن الفائدة أقل بكثير، وأن المقصود من المعهد هي جملة من المعاني والمقاصد التي من أهمها التلاقي والاحتكاك، تبادل التجارب والخبرات، المحافظة على حد أدنى من مستويات الإيمان، والتعاون على معاني الدعوة. وهذا كله يحتاج إلى اجتماع ويحتاج إلى تبادل خبرات، لكن ما يختاره بعض إخواننا من أن يكون بعيدا كفلان وفلان 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 وفلانة وفلانة وغيرهما ممن أراهم الآن، هذا المسلك يعني لا يحقق عامة المقاصد، قد يحقق مقصدا واحدا، وهو أن تنجح وأن تقول أنا تخرجت في معهد الدعوة السلفية. لكن هل هذا مقصود لذاته؟ قد يكون هذا المقصد في ذاته، إن كان يقصد لذاته فهو لغير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يحب يعني أن يتظاهر بهذا، وهذا في ذاته ليس المقصود، وإنما المقصود هو ما يترتب على ذلك من الانتفاع، ليس الانتفاع العلمي فقط، الانتفاع العلمي والتربوي والدعوي، بناء الشخصية من خلال الاحتكاك والإفادة، كما الاستفادة الإفادة أيضا تفيد وتستفيد وتنتفع وتنفع. قد ينتفع بك يعني قوم ويستفيد من سمتك إن كنت ذا سمت، ويستفيد من يعني أدبك وخلقك وأنت كذلك، يستفيد من صحبتك بعض إخوانك أو بعض أخواتك، يستفيد من يعني دلالتك على الخير. قد تكتشف أن فلانا يعني جارك في نفس المنطقة أو في البلد أو في الجامعة، أو بالتالي يترتب على هذا معاني من الخير ومسائل من النفع لا يعلمها إلا الله ولا يمكن ضبطها. هذه الفوائد كلها تسقط في الحقيقة، ويبقى أنك تأتي في الامتحان وتكتب الكلمتين وتنجح وتنتقل، ثم لم يتغير كثير شيء، لا في شخصيتك ولا في أدائك ولا في يعني مقوماتك الدعوية ولا في غنائك، وبالتالي تصبح وقد دخلت صغيرا وخرجت أيضا صغيرا. وهذا يعني هذا ليس كسبا ولكن العكس في الحقيقة. ولهذا نحن نهيب إخواننا أن يحرصوا على الحضور، ليس في الامتحانات فقط. أما ما يتعلق بالامتحان فالحقيقة أن المعهد كله، أي دراسة من الدراسات الأسبوعية اللي فيها نوع من الدلع
هذه في الحقيقة مفاتيح فقط للعلم، أما الجاد في طلب العلم يحتاج إلى جرد المطولات، ويحتاج إلى نوع من التركيز وقراءة ساعات كل يوم على مدار سنوات، هذا طالب العلم. ولهذا كثير يعني من إخواننا لا يصح أن يسمى طالب علم حتى لو أنهى المعهد، هو كان طالب أنه يتخرج في المعهد أو أن يأخذ شيئا من العلم. ليس معنى هذا أن تقول طيب ما دام المسألة فيها خطورة طب ما بلاش المعهد كمان. أحيانا تكون الطريقة السلبية أسهل عند كثير من إخواننا. أنا لا أقصد أن تقول وأيضا الامتحانات لن آتي، لا، وإنما أقصد مزيدا من الهمة ومزيدا من الجهد. ولذلك الامتحانات المقصود بها فتح الأبواب إلى تقويم الأداء، أنت تقوم أدائك من خلال يعني سيلان ذهنك في أثناء الإجابة، خصوصا بعض الأسئلة التي فيها السؤال الرابع مثلا لما نقول أو الثالث في أي باب من أبواب المعاملات تبحث هذه المسألة، إذا الذي يخطئ في هذا الباب معناها أنه بعيد تماما، مع أنه سهل الامتحان كله كلمات معدودة. والذي يجد نفسه سهل يعني نعم هذا يبحث في كذا وممكن في باب كذا وممكن في باب كذا، يبقى هذا فعلا عنده نوع من التركيز. طيب هذا ما أردته، كنت أحب أن تكون الأوراق في أيديكم لكن أعتقد أنكم تذكرون الكلام. تحبون أيضا أن نراجع الامتحان معا ولا؟ طيب في سؤال صواب ما أقوله أو خطأ، يقول يجوز الجعل في مسابقات حفظ القرآن والسنة والمتون وتأليف الكتب والبحوث العلمية، فقط هنا نحتاج أن نقول يجوز أو لا يجوز، ما رأيك؟ يجوز. حد عنده جواب ثاني؟ يجوز يعني صح. لا يصح البيع بالإكراه إلا أن يكون إكراها بحق، واحد واحد كده لخلفه صح، إلا أن يكون إكراها بحق صح. صحيح الإكراه يمتنع معه صحة البيع إلا أن يكون إكراها بحق. طيب متى يكون إكراها بحق؟ إذا باع القاضي عليه، كأن يكون في خصومة حجر عليه مثلا فالقاضي يعني يبيع عليه لحق الغرماء. يجوز بيع كلب الصيد والحرث والماشية، يمينك. يجوز بيع، انت معك الورقة ولا ايه؟ منين جبتها؟ اخد ورقة زيادة يعني؟ طيب كنت ورقة متسربة ولا حاجة من الكنترول؟ طيب ها، يجوز بيع كلب الصيد والحرث والماشية؟ لا يجوز، مع ان كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية يجوز استعماله صحيح، لكن وان كان يجوز استعماله لا يجوز بيعه، الله عز وجل حرم ثمن الكلب كما في الحديث. ربا النسيئة تأخر قبض احد العوضين بعده، ها صحيح في الاموال الربوية، وحتى اسمه نسيئة من التأخر. الهبة والوصية والقرض لجنبك من عقود التوثيقات، هو اللي جنبه وانت مش انت بينهما، نعم. طيب الهبة والوصية والقرض من عقود التوثيقات غلط، من عقود التبرعات، يبقى احنا هنا نكتب ايه؟ نكتب غلط. طب امال ايه عقود التوثيقات بالمرة؟ الشركة تبيع، لا التوثيقات الرهن نأخذ التوثيق والضمان كفالة كفاية كده. من استودع وديعة ثم أراد أن يسافر أو خاف عليها وجب ردها إلى صاحبها أو وكيله، لا أعلم أنت عملت فيها إيه في تركتها. صحيح من استودع وديعة ثم أراد أن يسافر، رجل عنده وديعة وبدأ له سفر خاف على الوديعة يردها إلى صاحبها أو إلى وكيله، هذا صحيح. بيع العرايا رخصة للفقير يريد أن يتفكه الرطب فيقول بيعني رطب هذه النخلة بخرصه تمرا، صحيح. يجوز سداد الدين بعملة مغيرة صرفا بسعر اليوم، لو
لا 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 يلزم، احنا لم نتعرض للشروط، فقط بيع العراية على هذا مع شروط أخرى يبقى صحيح. سداد الدين بعملة مغيرة صرفا بسعر اليوم يجوز. جدولة الديون على المعسر، يعني بيع الدين عليه بنقد مؤجل أكثر من مقداره، لا يجوز لأن ده ربا. جدولة الديون يعني يخلي 100,000 اللي حلت عليه وتأخر في سدادها يرجع يعمله جدولة، يعني خليها تاني كل شهر 1,000 لكن نخلي 100 130، هكذا تفعل البنوك. تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها لتعذر استيفاء المنفعة، صحيح الكلام ده؟ صحيح. عقد الإجارة الدائم في القانون الوضعي عقد جائز ما دام برضا الطرفين، الناس اللي في الآخر صحيح. يعني إذا رضي المؤجر والمستأجر على شيء يخالف الشريعة يجوز. لا، الرضا هنا لا يعتبر، الرضا يعتبر لما يكون يعني العقد شرعيا، لكن لا يكفي رضا الطرفين في عقد باطل، وبالتالي هذا الجواب خطأ، أو هنا نكتب خطأ وليس صوابا. يجوز التصرف في الوديعة إذا احتاج إليها بشرط أن يؤديها إذا طلبها صاحبها. كيف ما هيرجعها لما صاحبها يطلبها؟ طبعا غلط، هذه خيانة للأمانة حتى لو كان هيردها. خطأ. إذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الراهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. ها آخر واحد. إذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الراهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. صحيح صحيح. من اشترى معيبا لم يعلمه فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن وبين الإمساك دون أخذ القرش. انتوا دي مش عايزين تقولوا في دي. ها خطأ. طيب والبعض يقول صح، اختلف العلماء. وجه الخلاف ان العلماء فعلا مختلفين، المذهب انه صح، لا المذهب انه بين الامساك دو، المذهب انه ياخذ القرش فيكون غلط على المذهب. لكن احنا قلنا ان الراجح انه الشارع هنا لم يامره باخذ القرش، انما اما ان يرضى وياخذ واما ان يرد، وبالتالي الجواب الصحيح انه يكون صح. من اشترى معيبا لم يعلمه فله الخيار بين الرد واخذ الثمن وبين الامساك دون اخذ القرش، اللي اختاره المصنف وهو المذهب وبين الامساك مع اخذ القرش، لكن اخذ القرش هنا ليس عليه يعني دليل. تقول لي طب وانا ذنبي ايه؟ ما انا متابع اللي في الكتاب، لو كتبت غلط يبقى غلط. الجواب اللي احنا عايزينه صح، ما انا ما كنتش حاضر، هو ده الاشكال. ما كانش حاضر ومذاكر هيكتب على ما في الكتاب، واحنا بنتفق ان احنا بنشرح المساله وبنبين الراجح فيها. لكن الامر واسع من حيث هو واسع من حيث الفروع، لكن من حيث الدرجات مش هيبقى واسع. يعني حيث الفروع والله انا على مذهب الحنابله وارى ان المساله فيها كذا، لك هذا وانت في اوسع الحل، لكن الدرجه يعني. يجوز أن يشترط الدائن في بيع التقسيط أنه إذا تأخر المدين في تسديد قسط واحد حلت جميع الأقساط. في حد عملها صح؟ لا غلط طبعا. طيب السؤال الثاني، ما هذا يا صاحب الطعام؟ من غش فليس منا. هذا نص في خيار المجلس ولا التدليس؟ وعايز واحد بس لجاوب. ولا الغبن؟ خيار التدليس. طيب البيع ولا الإجارة ولا الشركة اللي لها هذا التعريف؟ عقد على منفعة مباحة معلومة أو عمل مباح معلوم بعوض، ده بيع ولا شركة ولا إجارة؟ عقد على منفعة مباحة معلومة أو عمل مباح معلوم بعوض. أنت كتبته إيه؟ ولا أنا فاكر، وأنت عايز نفتكر اللي حصل امبارح. إجارة. نعم. طيب استئجار المسلم للكافر يجوز؟ لا يجوز. يجوز إذا كان أمينا. يجوز إذا كان أمينا. طب نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، دي وكالة ولا كفالة
ولا حوالة؟ حوالة. طيب توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها، دي إجارة ولا رهن ولا ضمان؟ رهن. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف بمثله فيما تدخله النيابة، هذه وديعة ولا وكالة ولا شركة الورق؟ وكالة. طيب توكيل في الحفظ تبرعا، دي الوديعة ولا العارية ولا الوكالة؟ الوديعة. جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا معلوما أو مجهولا، مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا معلوما أو مجهولا، دي الوديعة ولا الجعالة ولا الهدية؟ الجعالة. ولا الجعالة ولا الجعالة؟ كله صح. دفع مال إلى آخر ليتاجر فيه والربح بينهما، دي شركة. طيب أنا كاتب شركة مضاربة ولا شركة عيان ولا شركة وجوه؟ هي عيان ولا عنان؟ طب عنان ولا عينان؟ لا يا وزي بقى أنت هتخبط. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أعلى السماء مش بتاعتنا دي، لكن عنان طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هي دي بتاعتنا. يبقى كاتب هنا عيان، هي عنان أو عنان. عنان ولا مضاربة ولا وجوه؟ مضاربة. دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، دي مزارعة ولا مساقاة ولا مخابرة؟ ها؟ خد بالك، دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، لا طبعا مساقاة. الشجر مساقاة والأرض، طب والمخابرة؟ المخابرة هي المزارعة من خيبر، مش من المخابرات يعني، عندها مخابرات خلصت ولا خلصت ولا حاجة طبعا، ده احنا بنخدع نفسنا. ما تقل قيمته من اللقطة لكونه زهيدا، يملك بلا تعريف ولا يملك بعد التعريف ولا يعرف سنة؟ ما تقل قيمته، يملك بلا تعريف، يعني زي الرغيف والبرتقالة والجنيه، فين الجنيه بتاع زمان. إذا رهن الراهن عينا لتوثيق دينه فالعقد، يعني عقد الرهن لازم للطرفين، جائز لكل منهما، لازم لأحدهما، جائز من الآخر، لازم لأحدهما دون الآخر. لازم لمين بقى فيهم؟ للراهن ولا المرتهن؟ لازم للراهن وجائز للمرتهن. إذا اشترك الشريكان بسمعتهما دينا والربح بينهما تسمى شركة أبدان ولا أعيان ولا وجوه؟ وجوه، ما دام بسمعتهما. الحيوان الذي يمتنع بنفسه كالإبل والخيل يجوز التقاطه؟ يحرم التقاطه؟ يحرم التقاطه إلا أن يخشى عليه قطاع الطريق. أيوة إسلام، أنت مش معنا؟ إسلام. الحيوان الذي يمتنع بنفسه كالإبل والخيل يجوز التقاطه؟ يحرم التقاطه؟ يحرم إلا أن يخشى عليه قطاع الطريق. يحرم التقاطه. إيه؟ يحرم التقاطه. يحرم مطلقا. لا، التقاطه أنا بقول، هو أقول يجوز التقاطه، يحرم التقاطه، يحرم التقاطه إلا أن يخشى عليه قطاع الطريق. التالت، افرض واحد يخشى عليه، شايف واحد يعني من قطاع الطريق، اذا ستضيع اللقطه. اخر واحده، من استعار سياره فتلفت اطاراتها ضمن لم يضمن؟ اذا لم يتعدى لم يضمن، لم يضمن مطلقا. محمود، اذا لم يتعدى لم يضمن. افرض لم يتعدى يضمن ليه؟ واحد اعطيك سياره الإطار بتاعها خلصان، يعني لو حد لمسه هي، والأصل في العارية إن يد المستعير يد أمانة ولا يد غرم؟ دي مبنية على دي، الأصل الراجح إنه يد أمانة،
وبالتالي اذا لم يتعدى هو عمره الافتراضي خلص معاه. كون ان انت بقى من نفسك عايز تقول له لا والله انا صلحته، هذا احسان، لكن هو اذا عمره الافتراضي انتهى وانت مستعيره فكان يحصل كده معاه، فانت لم تتعدى. طيب نيجي للسؤال الثالث، في اي باب من ابواب المعاملات نبحث كل مساله فيما يلي؟ احنا المقصود بالكلام ده ان انت بس تقوم فهمك وتشغل دماغك وتشوف، وهي ده في الحقيقه ثمر طلب العلم. مفيش عالم في الدنيا عنده كل المسائل، ولا في عالم يعرف كل شيء. فرق بين العالم او بين طالب العلم وبين من ليس له مشاركه في العلم، ان طالب العلم وان لم يعرف المساله فهو يعرف كيف يتصرف، يعرف متى يقول لا ادري ولا يتحرج، يعرف كيف يبحث المساله وان كان غير جاهز فيها الان، يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، يعرف اين يعني يستخرج. لكن الذي لا يعلم فهو بين ان يخبط على طريقه حادي بادي، وهذا طبعا ليس من اهل العلم، وبين ان يبقى يعني غريبا يقول ما ادري والله، حتى لو كان الكتب عنده كثيره ما يعرف كيف يتصرف. وهذا من ثمرات، من اهم ثمرات المعهد، ترتب ابواب الفقه في ذهنك وتعرف كيف تصل، حتى لو كان يعني ذهنك الان غير حاضر في المساله لكن تعرف كيف تصل. فاذا قلنا رصد جوائز لمسابقات حفظ القران والسنه والمتون والبحوث العلميه، ممكن ندرسها في باب ايه؟ باب الجعاله، باب شوف بقى ما تجيب اكثر من باب ليه، يبقى جميل قوي. لما اقول رصد مسابقات، رصد جوائز للمسابقات، هذا في الاصل ما دام جوائز للمسابقات هذا باب السبق. وممكن اقول من يعني صنف يعني كذا، او من حفظ متن كذا نجعل له، يبقى هنا في الاثنين في السبق والجعل. لو كتبت الاثنين جميل، لو كتبت واحد منهم ايضا جميل يكفي. لكن تكتب باب الربا مثلا، هو باب علينا، تعرف ان انت المفروض ايه تخرج من اقرب باب. عقود الاستصناع في باب السلم، صحيح. ودائع البنوك، هنا اختلف العلماء اختلافا كثيرا. هي عشان طبعا مش باب الوديعه، لكن احنا لما احنا اتكلمنا عليها في باب الوديعه، بس قلنا ان هي مش من الوديعه، فقلنا ودائع البنوك كلمة غلط، لأن الوديعة لها تعريف تاني احنا عرفناه، حفظ مال تبرعا. وإنما هذه، وإن احنا نفينا في باب الوديعة أن تكون ودائع البنوك وديعة، احنا تكلمنا عنها في باب الوديعة وأخرجناها من باب الوديعة، فبقي أن ترد إلى بابها. ودائع البنوك داخلة في ايه؟ في الربا، صح. وداخلة في ايه؟ في القرض ايضا، صح. لان ودائع البنوك عباره عن قرض منك للبنك، والبنك ايه مش هتلاقي، مش بالضروره مش هتلاقي الكلام ده في ده احنا اضفناه في الكتاب في باب الوديعه نفسه، مش هتلاقي. انت عايز تاخد الدرجه بس وانا مش هديها لك. اخذ الاجره على تعليم القران والامامه والاذان واعمال القرب، الاجاره، اخذ الاجره ايجاره. ولو واحد قال الجعالة هنقول له صح برضه، واحد جعل له كذا في مقابل يعني أن يعلمه قرآنا ونحو ذلك. وإن كان طبعا في الإجارة أخص، وفي الجعالة صحيح. إعطاء المال لآخر يتاجر فيه ببعض ربحه في الشركة، واحد أخصص قال في المضاربة، صحيح غيره؟ لا مفيش سلام، يا الشركة يا المضارب. جمعية الموظفين، نعمل جمعية. شفت بقى لك كام سنة بتعمل جمعيات وما انتش عارف الكلام ده تجيبه منين في الفقه، مش ده كان حاصل؟ كان حاصل تعمل جمعيات ولا انت عارف حكمها، والناس كلها بتعمل جمعيات وخلاص. لما اجي ابحث المسألة بتوسع، واكيد العلماء بحثوها بتوسع طويل في اي الابواب، هجيب باب الطهارة مثلا هتطلع معايا مسألة جمعية الموظفين، طب باب النكاح ولا باب البيوع، طب أي باب، هو ده ثمرة العلم في باب القرض. طيب إيه؟ القرض أو الادخار؟ لا مثلا ما هو الادخار فيش باب اسمه باب الادخار، وإحنا أخذنا باب الادخار. لا بس هو الكلام ده لو إحنا عندنا باب اسمه باب الادخار، إحنا ما خدناش باب الادخار.
ممكن نقول بقى باب الادخار عند احمد الطناح، يعني مثلا تصنيف خاص. طيب استخدام العماله في دول الخليج، استخدام العماله، استخدام العماله الكفاله، جواب صحيح. طب ممكن الاجاره؟ لا، الاجاره دي لو في الدول بتاعتنا يعني في نفس البلد اللي بيروح ده هو بيروح اجير، بس اهم من الاجاره ممكن يروح مش اجير، ممكن يروح ما بيعملش حاجه زي كتير من الناس، بس هو نظام الكفيل، يعني هو كفيل بمعنى لو عمل اي اشكال في الدوله الدوله تجيب مين الذي يكفله، هذا باب الكفاله. ملكيه الارض بوضع اليد، احياء الموات. طب رد الامانات الى اصحابها، الوديعه. ها طيب تضمين الاطباء المتسببين في الحاق الضرر بالمرضى، إجارة في الإجارة صحيح. هو قال لك تضمين يبقى في الضمان، طبعا الكلام ده غلط 100%. ايه علاقة التضمين هنا بالضمان؟ الضمان هنا زي الكفالة، بس الكفالة كما سيأتي في الأبدان، والضمان في الأموال، واحد بيضمن المال، أنا أضمن لك على فلان يعني كذا، أنا ضامن له، يعني إن لم يعطك فأنا ضامن. فاللي قال باب التضمين هنا مش مذاكر خالص ولا مركز خالص، هو قال لك بس كلمة تضمين قريبة من الضمان، لكن هذا باب الإيجار. طيب السؤال الرابع، علل النهي عن تصريت الإبل. كل دي برضو أسئلة بتشوف الأخ اللي هو يعني مركز، ولا لماذا لا تصر الإبل؟ حديث مسلم، النهي عن تصريت الإبل والغنم قبل بيعها، يعني إيه علة النهي؟ علل السؤال ده، علل. انت كنت معانا في المذاكرة؟ امال ايه؟ اسقطت هذه الاسئلة يعني ولا؟ طيب جلال انت قاعد فوق كده، هو مش عارف يتكلم معك. ايه؟ لما فيه من التدليس، ده اخدناه في خيار التدليس، وطبعا وجه التدليس انه بيفيه غرر، بيغير الثمن. ما تشوف انت كده البقرة وما شاء الله يعني ضرعها، تتصور لو كل يوم هتطلع كده يبقى كسبان، وهو بقى له 3-4 ايام لا يحلبها حتى يعني يغرك، هذا من خيار التدليس، لان فيه تدليسا، لان فيه غررا يختلف به الثمن. لو كتبت غرر من غير حسب ما نشوف بقى لما فيه من غرر تمشي. عدم جواز قبول هديه المقترض، كل قرض جرى نفعا للاجماع على ان كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ده جواب صحيح. ولو قلت الزريعة لأنه زريعة الربا، جواب صحيح. ولو قلت الأثر إنك في أرض الربا فيها فاشن، فمن أعطاك يعني هدية فلا تأخذ منه ولو يعني حملا من تبن، الحديث اللي ذكرناه وإن لم يكن في الكتاب، بس إحنا ذكرناه في الكتاب، ذكر حديث ثاني لكنه ضعيف. وانت لو قلت في النهي عن التصرية هتقول لي تكتب الحديث، هتقول لا تصروا الإبل، ما هو لا تصور الإبل ده النص، لكن ايه العله هنا؟ الحديث كله لم يذكر العله، فلو كتبت الحديث من غير تذكر العله لم تفعل شيئا. لو كتبت العله فقط كويس، ولو كتبت الحديث او جزءا منه وذكرت العله معه ممكن. لا يجوز تاخير الدكاكين للمعاصي كبيع الخمر والدخان والتصاوير. لا يجوز، لماذا؟ لانه تعاون على الاثم والعدوان. والآية دي على فكرة يعني أكثر من نص باب المعاملات الفتوى فيها بهذه الآية، يعني بتجيله فتاوى كتير، نص الفتاوى اللي بتجيله يقول له تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في كثير من فهذا أصل واسع. عدم جواز التقاط ضالة الإبل. ها يعني اللي نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما اقول بقى اتركوها وانا مش عارف مش حافظ الحديث، يبقى اقول ما لك ولها، دعها فان معها حذاءها وسقاها، ترد الماء وتاكل الشجر حتى ياتيها ربها، يبقى اقول الحديث صح. مش حافظه طبعا ما يصحش ان انا اكون مش حافظه وانا بدرس، لكن حتى اقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طب جواز التامين التعاوني دون التامين التجاري، التامين التعاوني اللي جنبك دون التأمين التجاري، اللي جنبك،
ليه ما بتحضرش ولا بتذاكرش ولا انت ضيف؟ ما حضرتش. طيب التعاون ما فيهوش فايده ربويه، اما التعاون التجاري فيه فوائد. والتامين فيه التامين التجاري فيه فوائد ربويه؟ لا، التامين التجاري مش فوائد ربويه. حرمة التأمين وشركات التأمين مش لأن فيها فوائد ربوية، فيش فوائد أصلا. لأن في التأمين التجاري لأن فيه أمرين محرمين، الأول الغرر، الغرر يعني الجهالة، أنا مش عارف فلوس العمال تاخدها دي في مقابل إيه. الثاني لأن فيه مقامرة، ولولا أن شركة التأمين التجارية تستعمل المقامرة لما يعني مضى، هو شغال على أن أنت مش هيحصل لك حاجة. لو أمن على 2000 واحد في على الأقل 1995 مش هيحصل لهم حاجة، وبالتالي ممكن يرد بعض المال اللي خده من الناس دي كلها للثلاثة أربعة اللي هيحصل لهم حاجة، وبالتالي ده نوع من المقامرة. ولهذا لما بيعرف دايما في عقود التأمين بينص على إن الشركة غير مسؤولة عند نزول الأوبئة والطواعين، لأنه ساعتها عارف إنه الناس كلها هيحصل لها إشكال وبالتالي هو هيخسر. يقول لك إلا لو حصل حاجة يعني عامة، حاجة العامة دي أنا ماليش دعوة، لو قام زلزال والناس كلها ماليش دعوة في الزلازل، انما هو بيشتغل على المقامرة. كم واحد ممكن بيته يقع لوحده كده؟ نادر. فانا هاخد من كل الناس، وبعدين لو واحد حصل له حاجة اديله 100,000 200,000 500,000، ما انا اخد 20,500 قبل هذا. هذا معنى المقامرة. التأمين التعاوني يخلو من هذا، ليس فيه هذا، لان ما فيش يعني غرر ولا مقامرة، ده كل الناس متعاونون متبرعون بعضهم لبعض، كالتأمين الـ 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 الإجباري اللي في الحكومة ونحوه. طيب سؤال، ما الفرق؟ واضح ان الكلام مش محتاج كلام يكتب كتير، بس هي كلمة واحدة تدل ان انت فاهم. ومنها السؤال الخامس، الفرق بين المساقاة والمزارعة. انا عايز جماعة ما بتحركوش دول، ما انت مالك النهاردة؟ المساقاة والمزارعة، دفع الشجر لمن يقوم عليه ببعض الثمر، دي المساقاة. والمزارعة، والمزارعة دفع الأرض. يبقى أنا لو قلت بس المساقاة على الشجر والمزارعة على الأرض، ده اختصار ويجيب الفايدة ويجيب الدرجة كمان. الكفالة والضمان، الكفالة تكون بإحضار المكفول. الكفالة بإحضار المكفول، لو قلت الكفالة على البدن والضمان على المال، يعني لو عايز اختصر الاختصار يبقى كويس. طبعا احنا عندنا خدنا خمسة فروق لكن لا يلزم ان انا اذكرها، المهم اهم وابرز حاجة الكفالة في البدن والضمان في المال. وطبعا ممكن بعضها احدهم يطلق على الاخر، لكن لما يجوا مع بعض يبقى هذا. طب البيع والإجارة، خلي كده اللي جنبك. البيع والإجارة، البيع عقد تمليك منفعة او عين بقصد التأمين بقصد الإكسار. تمام. أما الإجارة وعقد منفعة، طبعا أنا لا يلزم أن أكون أحط له التعريف، مش المقصود هنا التعريف، أن أنا أحط التعريف ده كامل والتعريف ده كامل. أنا عايز أقول بس أشوف وجه الفرق في البيع، ملك عين على التأبيد ويصح ملك منفعة على التأبيد، بينما في الإجارة عقد على المنفعة وليس على التأبيد. طيب القرض والعارية، اللي وراك بقى، اللي وراك أعطيه كده لكزة ولا القرض والعارية. إيه؟ تركته. تركته ولا سبته؟ حتى سبته دي ممكن تمشي كلمة انجليزي. طب هات اللي وراك. يرد ايه؟ انت جيت الحته اللي احنا عايزينها وقلتها غلط، مع ان انت قلت كله صح، لكن الكلمه اللي احنا في القرض يرد مثله. ايه يعني؟ عايزه يرد بدله، مش بدله. في القرض يرد البدل، لكن في العارية، في العارية انا استعرت منك السيارة هرد ايه؟ نفس عينها، مش كده؟ دي العارية. في العارية ارد العين، لكن في القرض انا بستهلكه وبرد بدله. نعم. ايه؟
القرض مال؟ لا مش شرط، مش شرط. المهم في القرض ان انا ارد بدل، وفي العارية ارد عين. نعم. طيب الصيغة القولية لانعقاد البيع والصيغة الفعلية لانعقاد البيع. اه والله العظيم تصور. طيب اختر حد من اللي حواليك. مش يقعد معك تاني بعد كده، دي اخرتها. واحد جنبك من الصبح تقول لي طب اختار انت واحد تاني. عايزين فرق بين الصيغة القولية لانعقاد البيع والصيغة الفعلية. الفعلية المعاطاة. طب والقولية؟ الإجابة والقبول. أحسنت. الصيغة القولية يعني بعتك كذا بكذا، أنت تقول لي قبلت. والصيغة الفعلية المعاطاة، حين تكون مسألة تافهة أو معروفة، مش هتقف أمام الجريدة تقول له بعني هذه، بعني الأهرام بجني، يقول لك بعتك، تقول له قبلت، ممكن يضربك لو انت صممت على لكن انت بترمي له الجنيه وبتاخد الجريده وتمشي. وكذلك في الخبز والاشياء المألوفه التي جرت عاده الناس البيع فيها بالمعاطاه. طيب باقي معنا السؤال الاخير، ايضا كلمات يسيره. خمسه انواع من انواع الشركات. ده بقى مستحضر الباب بس العنوان. ها، شركه مضاربه وعينان وأبدان وجوه المفاوضة. المفاوضة دي عبارة عن الشركات الأربعة، يعني يفوض كل منهما صاحبه في أن يتعامل معه بأي شركة، بالوجوه والأبدان والأموال والعنان. نعم. شركة أنت نسيت سألت شركة تجمع، كان قال لنا عليها الشيخ ممكن إذا شرحت كده لا بأس. تمام. الشركات المساهمة احنا قلنا هي داخلة في اي باب من الشركات؟ الشركة المساهمة عبارة عن شركة عنان، يعني صورة من الصور المعاصرة شركات العنان، كل واحد بيدفع يعني سهما او اسهما في الشركة. طيب خمسة من انواع الخيار في البيوع. واحد مش مذاكر هيغلط كتير في الخيار ده، يفكر بقى انواع الخيار مختلفة. تمام. ها ايوه، خيار مجلس، خيار شرط، خيار عيب، والغبن، والتدليس. كويس. لا التدليس غير العيب، وان كان بينهم في بعض النصوص قد تحمل على اثنين. طيب خمسة من شروط البيع. ايه انت هتقول البيتين كده ويحسسني يعني ان احنا ها؟ فقد بعتما ملكا مع الرشد والرضا، والرضا مباحا ومقدورا مع العلم بالثمن. ثلاثتها للعقدين كليهما، واربع لمعقود عليه تعلما. احسنت. يبقى انت هتكتب بقى من السبعه دول. انت كتبت البيتين، ما فيش مشكله، وانا بقى احطهم لك. انا هجيب خمسه منهم واحطهم في طيب خمسه من البيوع المنهي عنها. ها، بيع النجش والمزايدة والحصاد. أنا هنسمع منه بس الأول. أنت قلت إيه؟ النجش منهي عنه. المزايدة مش منهي عنه. المزابنة قصدي. طب وأنا لو لقيت عندي المزايدة أو قال لي نعم. طيب والحصى. إيه المانع واحد قال بيع الكلب والخنزير؟ ما أقدرش أقول له غلط. البيوع المنهي عنه. صحيح ما ذكرهاش في هذا الباب، لكن احنا خدناها في ثنايا. وايه كمان؟ الملامسه والمنابذه وان يبيع حاضر لباد، وان يبيع على بيع اخيه. كفايه قوي كده، انت كده يعني هي الى الخمسين اقرب. طيب طيب في اشكال او ملحوظه؟ ملحوظه ولا ملاحظه؟ فايده ملحوظه ولا ملاحظه؟ ها، فمن قائل الاثنين هو بيخبط وخلاص، ومن قائل ملاحظة. طب ليه؟ الملاحظة مفاعلة، يعني أن يلحظ كل منهما الآخر، مش هذا المقصود. مقصود ملحوظة يعني شيء لحظه، مفعولة يعني لحظه اللاحظ.
بلحظه يبقى ملحوظة وليست ملاحظة. طيب طب أنا لا نعم بكرة إن شاء الله من 4 لـ5 اختيار النحو اختبار النحو. طب أنت عايز إيه؟ ومن 5 للمغرب درس أصول الفقه عشان النساء تسمع. بكرة النحو من 4 لـ5 إن شاء الله، ومن 5 للمغرب درس أصول الفقه، والمغرب للعشاء فقه السيرة. وأظن لو بقي دقائق ندعو، لأن اليوم يوم الجمعة والحمد لله رب العالمين.